اتفاق وشيك بعد مخاض عسير، وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان يكشف عن أن التوصل لاتفاق بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي بات أقرب من أي وقت مضى عبد اللهيان وخلال مؤتمر صحفي في دمشق القى بالكره على الولايات المتحده لاتخاذ الخطوه الاخيره قبل التوقيع، وقال وزير الخارجيه الايراني انه اذا تعاملت واشنطن بشكل عملي فايران مستعده للعوده للاجتماعات في فيينا لوضع اللمسات الاخيره على الاتفاقيه. عبد اللهيان اشار الى ان بلاده قدمت مقترحاتها الاخيره للولايات المتحده وشددت على انها لن تتجاوز الخطوط الحمر ولم يكشف عبد اللهيان عن ماهيه الخطوط الحمر هذه لكن مصادر اشارت الى ان احداها هو الحصول على ضمانات اقتصاديه امريكيه ورفع العقوبات. التصريحات الايرانيه تاتي بعد ساعات من اعلان واشنطن ان التوصل لاتفاق مع ايران ليس وشيكا ولا مؤكدا المتحدث باسم الخارجيه الامريكيه نيد برايس قال ان التوصل لاتفاق مرتبط باتخاذ طهران ما وصفه بالقرارات الصعبه واوشكت المباحثات بين ايران والدول الكبرى الجاريه منذ قرابه العام على التوصل لاتفاق قبل ان تتعثر بسبب مطالبه روسيا بضمانات بان لا تعرقل العقوبات المفروضه عليها بسبب اوكرانيا تعاونها مع ايران كما أثير قلق واسع في الآونة الأخيرة حيال ما تردد عن ضغط إيران لرفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية كشرط للعودة للاتفاق وهو أمر لم تنفي واشنطن إمكانية حدوثه وتعارض دول عدة في المنطقة الإقدام على هذه الخطوة كما أن هناك معارضة داخلية في الدوائر الأمريكية لمثل هذا المطلب